الآن نتحول إلى جولة جديدة كالمعتاد مع مراسلين في دول العالم لنقف سويا على آخر التطورات الجارية حيث هم. أرحب بزملائي خالد شقير من مارسيليا، عربي مرزوق من العاصمة الألمانية برلين، كريم يسري من فرجينيا، ياسر نور الدين من نيويورك. أهلا بالجميع. البداية ستكون من فرنسا مع خالد شقير، حيث وعد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير للشركات الفرنسية التي قد تتعرض لخسائر على المستوى الاقتصادي بأن تتكفل الحكومة بتقديم الدعم اللازم تفاديا للغلق من ناحية ورغبة في الحفاظ على العاملين في هذه الشركات. خالد، هذا عبء جديد يضاف على الاقتصاد الفرنسي الذي لا يبدو أنه يعيش أفضل حالاته أصلا في ضوء التطورات الجارية وآخرها بالطبع الإغلاق الذي كان حاصلا في الموجة الأولى. كيف ستتعامل الحكومة الفرنسية مع هذا الضغط الاقتصادي الكبير؟ تحياتي زميلي العزيز أحمد. بالطبع مشكلة كبيرة تقابل الاقتصاد الفرنسي، وكان هناك يعني تصريح لبرونو لومير كان توقع أن يكون هناك عجز ب 11% لهذا العام، ولكن أحمد الجميع الاختصاصيين في مجال الاقتصاد هنا في فرنسا يؤكدون على أن نسبة العجز ستتراوح ل 11%، ممكن أن تصل إلى 15%، ولكن هذا التصريح بالفعل حاول من خلاله برونو لومير إرسال رسالة للشركات التي ستنضر من إجراءات الغلق في الحظر الصحي الشامل أو شبه الشامل الثاني الذي تشهده فرنسا منذ منتصف ليلة الجمعة الماضية، وأكد على أنه أجرى اتصالاته بنظير يعني الوزراء الاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي وإلى البنك الأوروبي أيضا، ووعد الجميع بأن فرنسا ستقف معهم والدولة الفرنسية والحكومة الفرنسية ستقف معهم وستدعم الاقتصاد الفرنسي، وذلك تحسبا أو بشرط يعني عدم غلق طبعا شركاتهم ومؤسساتهم وعدم تسريح العمال، ووصف أن الموت الذي تخشى منه فرنسا من يعني من الحالات المرضى نحن أيضا نخشى على الموت الاقتصادي، وأن هذا التشبيه الذي وصفه جميع العاملين في مجال السياحة بأن يعني شركاتهم و مطاعمهم وأيضا المكتبات تتعرض لموت سريري في هذه الآونة. إذن برونو لومير بيحاول أن يقدم كل هذا الدعم وهذه الإشارات الإيجابية من ناحية في محاولة لمنع الكثير من المظاهرات والمسيرات والاعتراضات التي بدأت تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي من ناحية وبعض من المدن والقرى الفرنسية. خالد، مع خطة الإغلاق التي أعلنت من قبل الرئيس ماكرون، هذا يقود بالضرورة أو يعني بالضرورة أن هناك خسائر ستتكبدها قطاعات اقتصادية وصناعية مختلفة في فرنسا. هل يقوى الاقتصاد الفرنسي على تحمل هذه التبعات مع خطط التعويض اللازم للأضرار الاقتصادية لهذه الشركات؟ أكد برونو لومير أن الاقتصاد الفرنسي والاقتصاد الأوروبي على وجه التحديد قادر على أن يعوض الشركات الفرنسية وقادر على الصمود بالرغم من كل هذه الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تتعرض لها الشركات وتتعرض لها السوق الأوروبي. كل هذه الرسائل هي رسائل إيجابية أحمد للشركات ومحاولة لإرسال يعني نوع من أنواع الإيجابية إلى هذه الشركات، وأن فرنسا واقتصادها بالرغم من هذه الصعوبات قادر على يعني عدم وقوع الاقتصاد الفرنسي أو انهيار الاقتصاد في فرنسا وفي أوروبا. خالد، أشكرك شكرا جزيلا، ستبقى معي بالطبع، لكن نشير إلى هذه اللقطات التي هي بالطبع بكاميرا إكسترا نيوز، على الأرجح الزملاء سيقررون العودة إليها من جديد، وهي تظهر شكل الإغلاق الحاصل في مدن فرنسية مختلفة احتراما لإغلاق بالكامل. هذه الصورة التي تظهر حالة كاملة من الإغلاق لمحال تجارية شملها هذا القرار الذي سيعاد تقييمه في 15 من شهر نوفمبر المقبل للنظر في الخطط الحكومية المقبلة تقييما للوضع الوبائي وطريقة انتشار العدوى تبعا لهذه الإجراءات. أشكر خالد شقير الذي سيبقى معنا بالطبع من مدينة مارسيليا في الجنوب الفرنسي.